زي ما احنا متعودين بنبدأ دايما أولى فقراتنا بأهم الأخبار التي حدثت بالأمس، ويمكن أهم هذه الأخبار وأبرزها أن السيدة انتصار السيسي قرينة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كتبت تدوينة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقالت أن تعزيز مسيرة حقوق الإنسان هي مهمتنا جميعا. كمان من بين الأخبار اللي حدثت امبارح، دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عمل جولة في محافظة السويس، تفقد في هذه الجولة عدد من المشروعات بالمحافظة، وافتتح أيضا مجمع قضايا الدولة والمبنى الجديد لديوان عام محافظة السويس. تفاصيل أكثر هنتابعها من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها أن السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية كتبت تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقالت: يحتفل العالم بيوم حقوق الإنسان، وهو اليوم الذي يأتي ليذكرنا جميعاً بضرورة العمل من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مجتمعنا، فهي مهمتنا جميعاً، وهو ما أراه يتم ونحن على أعتاب جمهوريتنا الجديدة من قبل المؤسسات الحكومية والمدنية التي تعمل بجهد صادق وعمل دؤوب لضمان صون كرامة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له، فأبناء مصر يستحقون الأفضل دائماً. امبارح بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء زيارة موسعة لمحافظة السويس لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، واستهل رئيس الوزراء الزيارة بلقاء نواب المحافظة بالبرلمان، وأكد على أن محافظة السويس لها أولوية كبيرة خلال هذه المرحلة وبتحظى بعدد كبير من المشروعات خاصة المتعلقة بتطوير المناطق غير المخططة. امبارح افتتح الدكتور مصطفى مدبولي مجمع هيئة قضايا الدولة الجديد بمحافظة السويس، واللي بيأتي تدعيماً لمقرات الهيئة على مستوى الجمهورية لأداء مستشاري الهيئة الدور المنوط بهم من النيابة القانونية عن الدولة. امبارح خلال زيارة رئيس الوزراء لمحافظة السويس، شهد الدكتور مصطفى مدبولي افتتاح المبنى الجديد لديوان عام المحافظة، وأشاد بجودة الأعمال المنفذة والتقنيات المتواجدة، وقال إن الدولة لا تدخر جهداً في ملف تطوير العمل الإداري بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، باعتبار إن المواطن هو المستهدف الأول من جميع خطط التنمية على أرض الوطن. امبارح تفقد الدكتور مصطفى مدبولي في جولته بمحافظة السويس أيضاً مشروع المجمع الطبي الشامل بحي فيصل بمدينة السويس، واللي بيعد أحد المشروعات القومية لوزارة الصحة ضمن المبادرة الرئاسية للتأمين الصحي الشامل. وأكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع في تنفيذ هذا الصرح الطبي العملاق في ضوء التوقيتات الزمنية المحددة ليبدأ العمل والتشغيل لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وعدد من المحافظات المجاورة بأعلى مستوى. امبارح وفي ختام زيارته لمحافظة السويس، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي أعمال تطوير طريق السويس العين السخنة بمنطقة عتاقة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن عناصر من قوات حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود بتواصل تنفيذ التدريب المصري السوداني المشترك حارس الجنوب 2، واللي بتستمر فعالياته بمجمع ميادين تدريب قوات حرس الحدود. بيأتي التدريب المشترك حارس الجنوب 2 في إطار دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والسودانية لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين في مجال تأمين الحدود. يمكن من أهم مبادئ حقوق الإنسان هي فكرة المساواة ما بين يعني الجميع من حيث الكرامة والحقوق والواجبات، ولو كلمنا على اللي بيحصل في مصر فنلاقي أن مصر بتصون كرامة المواطن المصري من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وقدرت إزاي المبادرة دي اللي هي توفر حياة كريمة لأكثر من 60 مليون مواطن في كل يعني قرى ومحافظات الجمهورية والتوابع أيضا لهذه القرى، وشفنا إزاي بتغير نمط وأسلوب الحياة بعد السنوات من الإهمال اللي كانت يعني بتطال هذه القرى وهذه التوابع الخاصة بها تحديدا. شفنا إزاي شكل الحياة في الريف المصري اتغير وأصبح بقى فيه اهتمام كبير جدا بالمواطن المصري أو أهلنا تحديدا في ريف مصر. طيب،
ايه تاني حصل يمكن من اهم برضو المبادئ الخاصه بحقوق الانسان؟ هي فكره عدم التمييز، وعدم التمييز هنا بنتكلم على عدم التمييز من حيث العنصر او اللون او الجنس او ايضا الديانه. فهنلاقي عندنا في تمكين بيحصل حقيقي ليه المرأة تحديدا، أيضا ممارسة الحقوق السياسية بنشوف أكبر يعني نسبة ممثلة في البرلمان بغرفتيه سواء كانت مجلس شيوخ أو نواب للشباب، نسبة كبيرة جدا موجودة، وأيضا في جزء كبير قوي من هذه النسبة بتمثله المرأة. فنحن ما عندناش في مصر أي تمييز من حيث يعني العنصر تحديدا أو الجنس تحديدا. كمان عندنا بنشوف زي ما قلنا حياة كريمة، بنشوف كمان قانون بناء المساجد الخاصة والكنائس اللي تم إطلاقه في 2016، وأصبح عندنا أي مدينة جديدة، أي تطوير بيحصل في محافظة من محافظات مصر، أي مجتمعات عمرانية، حتى مدن الجيل الرابع اللي بيتم إنشائها لازم يكون فيها عدد من المساجد، وأيضا بيكون فيها كنيسة. ويمكن على سبيل المثال مش هنروح بعيد، شفنا افتتاح المنصورة الجديدة، المنصورة الجديدة تحديدا شفنا فيها كنيسة إنجيلية موجودة في هذه المدينة اللي بتعد واحدة من مدن الجيل الرابع أو لؤلؤة الدلتا زي ما بيتقال. فعندنا في مصر أعتقد واخدين خطوات جادة جدا، وفي يعني حالة من التغيير التام اللي بتحصل في هذا الملف تحديدا، ده بخلاف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تغيير منظومة أو المنظومة العقابية اللي بيحصل في وزارة الداخلية يمكن أول من استجاب لهذه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وشفنا مراكز الإصلاح والتأهيل البديلة للسجن في شكله التقليدي اللي الهدف منها يعني الارتقاء بالمحبوسين في التنمية الخاصة بيهم، سواء كان تعليمهم حرفة بحيث لما يخرجوا يقدروا اللي هم يشتغلوا ويكونوا تعلموا حاجة كمان تقدر تكون بالنسبة لهم مفيدة ويفيدوا من خلالها المجتمع. طيب نروح لموضوع آخر، وما زلنا يعني نتحدث عن محافظات الجمهورية وما يحدث فيها، لأن معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات اللي حصلت امبارح في المحافظات، منها الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع المركز الطبي بحي الكوثر في سوهاج، وتوزيع 500 طن من سماد يعني النشادر المدعم على المزارعين في جنوب سيناء، ورفع كفاءة طريق رأس غارب الغردقة لمسافة 8 كيلو متر، بنتكلم في محافظة البحر الأحمر تحديدا. خلونا نعرف باقي التفاصيل لما يحدث في محافظات الجمهورية المختلفة من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من سوهاج اللي تم فيها الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع المركز الطبي بحي الكوثر على مساحة 6000 متر مربع، وده لخدمة أهالي منطقة حي الكوثر والقرى المجاورة ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. في الإسكندرية أعلنت شركة الصرف الصحي بالمحافظة توصيل عدد من خطوط مواسير وغرف الصرف بقرى الغربانيات وأبو صير في مناطق برج العرب القديمة، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في جنوب سيناء قال الدكتور محمد شطة وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة إن المديرية استلمت 500 طن من سماد سلفات النشادر المدعم، وتم توزيعهم على الجمعيات الزراعية بكافة مدن المحافظة لتوزيعها على المزارعين بالسعر المدعم اللي حددته الوزارة ب 240 جنيه للشكارة. في الشرقية افتتح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار مركز الزوار بمنطقة صان الحجر الأثرية، وده في إطار مشروع التعاون المصري الفرنسي حماية وإبراز قيمة موقع تانيس. في البحر الأحمر أعلنت هيئة الطرق والكباري بالمحافظة إجراء عملية رفع كفاءة طريق الغردقة راس غارب، وده لمسافة 8 كيلومتر. في دمياط صرح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية حقك تنظمي تمكنت بالمرحلة الأولى من تقديم الخدمة الطبية لعدد من سيدات المحافظة، واللي بلغ عددهم 4533 سيدة في كفر سعد وفرس كور.
فأسيوط أكد الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط أنه جاري العمل على تجهيز قاعدة بيانات رقمية توضح حركة الطلاب داخل قطاع المدن الجامعية، وده لتسهيل تنظيم العمل داخل المبنى والخدمات المقدمة للطلاب. في الغربية تم تنظيم قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا لقرية المعتمدية مركز المحلة الكبرى لتقديم الخدمات الصحية للمرضى. القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1141 حالة من خلال 12 عيادة.